السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة بداية الأسبوع من برنامج الصحافة تقول، معي حسام باصهي، ونطالع في العناوين. من صحيفة عكاظ، ميليشيات الحوثي تتهرب من تنفيذ استحقاقاتها في مفاوضات عمان. الأزمات الدولية تتهم الحوثيين بعرقلة فتح منافذ تعز المحاصرة منذ 6 سنوات. والمجلس الرئاسي اليمني يشدد على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. أهلا بكم، والبداية من صحيفة عكاظ السعودية، حيث قالت أن مفاوضات العاصمة الأردنية عمان دخلت يوم أمس السبت يومها دون تحقيق أي اختراق. وأضافت الصحيفة أن ميليشيات الحوثي تراوغ وتتهرب من تنفيذ استحقاقاتها وتسعى لاستغلال الجوانب الإنسانية، وحرص الحكومة الشرعية على مصالح المدنيين لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية عبر أساليب الكذب والخداع. وأشارت الصحيفة إلى تهرب الحوثيين من تنفيذ بنود الهدنة ورفع الحصار عن مدينة تعز. وقالت نقلا عن مصدر سياسي يمني، حذر أن الميليشيا الحوثية تحاول خداع الحكومة والمجتمع الدولي باتفاق جديد تطلق عليه إعادة انتشار تعز لا يختلف عن اتفاق الحديدة، حيث تسعى للبحث عن ثغرة لاستغلالها في السيطرة على المدينة تحت حماية الأمم المتحدة كما حدث في الحديدة. اتهمت مجموعة الأزمات الدولية ميليشيات الحوثيين بالمماطلة في رفع الحصار عن مدينة تعز وتقويض إمكانية تمديد الهدنة الأممية في اليمن. وحذرت الأزمات الدولية في تقرير لها نشرته صحيفة الأيام، قالت فيه: في وقت تجري مفاوضات معقدة في الأردن بين الحكومة اليمنية والحوثيين بهدف تهدئة الصراع بين الطرفين وتنفيذ الهدنة الإنسانية، نجد استمرار رفض الحوثي بفتح الطرق الرئيسية في تعز المحاصرة منذ 6 سنوات. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من إحراز تقدم في تنفيذ بنود الهدنة، فإن استمرار الحوثيين بالحشد العسكري يجعل من جهود إنجاح المفاوضات تتحرك ببطء دون الوصول إلى تحقيق نتائج متقدمة. في خبر نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للحكومة الشرعية، أن المجلس الرئاسي اليمني شدد على تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية. ونقل الموقع عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد العليمي على ضرورة قيام الحكومة في بلاده بواجباتها في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمات وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية. وقالت وكالة سبأ أن العليمي استمع ونوابه في مجلس القيادة الرئاسي إلى مصفوفة السياسات الحكومية بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية والإجراءات المقترحة لتحسينها. من جانبه بين رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك في تقريره حجم المؤشرات التفصيلية لأوضاع الاقتصاد والمالية العامة، مشيرا إلى الخيارات المناسبة لاحتواء تداعيات الأزمة الغذائية المرتبطة بالمتغيرات السعرية العالمية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف السيد صالح أبو عوذل، رئيس تحرير صحيفة اليوم الثامن. مرحبا بك معنا سيد صالح. أهلا حسام، مساء الخير. مساء الخير سيد صالح. رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه يوجهون الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين، كيف نفهم مثل هكذا توجيه، خصوصا والكل يعلم مدى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي أحدثته الحكومة منذ سنوات بحق المواطنين؟ والصعيد التوجيهات منذ سنوات، منذ 8 سنوات، ونحن نسمع ونقرأ تصريحات وتوجيهات سواء للرئيس المتنحي عبد الرب منصور هادي أو لرئيس مجلس القيادة الحالي رشاد العليمي. كل هذه التصريحات، كل هذه التوجيهات دائما ما تذهب أدراج الرياح، لا جديد على الوضع في عدن أو في مختلف محافظات الجنوب المحررة من الحوثيين. هناك أوضاع متردية، انهيار متواصل للعملة، ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، أيضا قطاع متواصل للتيار الكهربائي، أيضا انعدام المشتقات النفطية، الكثير من الأزمات التي تعاني منها هذه المدن، وكأن هناك سياسة انتقامية تمارس من بعض الأطراف تجاه هذه المدن. لا شيء يعني جديد، كل ما في الأمر أنه ما يحصل هو تصريحات ليذر الرماد على العيون، لكن على الواقع البلد تعاني كثيرا، وهناك أيضا
لا تزال الكثير من الأسر سواء في عدن أو في أبين أو في غيرها من المدن تعاني من تدهور أو تدمر المنازل مشردة في الخارج منذ 8 أعوام. لم يقوم هناك أي مشروع في إعادة إعمار ما خلفته وما خلفته الحرب. الكثير من الأزمات منذ اليوم، نحن تقريبا دخلنا في الشهر الثالث لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لكن على الصعيد الأرض أو على الصعيد الخدمات للمواطن لم تكون هناك أي إجراءات لمعالجة أو ولو جزء بسيط من المشكلات التي يعاني منها المواطن على الصعيد الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، خاصة في عدن وأبين وشبوة ولحج وحضرموت. حتى الكثير من كل المدن تقريبا تعاني من أزمات عدة، أبرزها الكهرباء. هناك أيضا في عدن اليوم هناك أزمة مشتقات نفطية، استمرار أو إطالة ساعات الانطفاءات التيار الكهربائي، والكثير من محطات الوقود الخاصة تشكو من نفاذ الديزل. الكثير من الأزمات، لكن كل ما نراه اليوم هو تصريحات لتوجيهات للحكومة. إذن سيد صالح، نعم سيد صالح، إذن هل يمكن تسمية ذلك بعودة التصريحات الرئاسية الاستهلاكية أو للاستهلاك الإعلامي وتنصل عما يمكن أن يقوم به المجلس الرئاسي في مهامه الجديدة؟ هو التصريحات التي أدلبها رئيس مجلس القيادة الرئاسي هو هروب من المسؤولية الملقاة على عاتقه كمجلس قيادة جاء لمعالجة مشكلتين رئيسيتين، هو توفير الخدمات وصرف المرتبات للمواطنين في المدن في مدن الجنوب المحررة، والعمل على توحيد الجهود لمواجهة الحوثيين في صنعاء واستعادة مدن اليمن الشمالي. لكن وكأن التصريحات هذه للحكومة وكأن الحكومة لا تعلم أي شيء. الأزمات التي ضرب عدن، هناك أيضا دعم قدم من السعودية كالمنحة السابقة التي ذهبت أدراج الرياح، وهناك تقارير من الأمم المتحدة أكدت بأنه الوديعة السعودية ذهبت لجيوب المسؤولين في الحكومة. حكومة معين عبد الملك منذ تشكيلها التي جاءت بناء أو كمخرج من مخرجات اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي و إدارة الرئيس عبد الرب منصور، هذه الحكومة لم تعمل أي شيء في جميع الوزارات. هناك فشل في جميع الوزارات، لم يلمس المواطن أي جديد أو أي تحسن، لا على الصعيد الاقتصادي، لا على الصعيد المعيشي، لا على صعيد صرف المرتبات. هناك الكثير من المواطنين يعانوا. أنا نعم شاهدت بعض الصور التي أتتني من بعض المحافظات، الكثير من المواطنين عاد لاستخدام الحطب كبديل للغاز، غاز الطبخ. نعم. إذن سيد صالح، التوجيه بتحسين الأوضاع ربما يكون من أسهل ما يكون، رأيناه في فترات سابقة مع الحكومات المتعاقبة وأيضا من المحافظين للمحافظات المحررة وأيضا في فترة الرئيس السابق، لكن كل ما نسمعه جعجعة ولا نرى عجين. ملف الكهرباء لم يطرأ عليه أبسط تحسن حتى الآن، رغم الوعود المتكررة، تحسن صرف الريال مقابل الدولار، وأيضا الأسعار ما زالت باقية كما هي. للوضع المعيشي للناس أصبح في تدهور مستمر، والمجلس الرئاسي طبعا بدأ وهو متحمس، وهو اليوم يوجه حكومة عجزت عن تحمل مسؤولياتها حتى اللحظة وحتى في فترات سابقة. نريد أن تنقل لنا صوت المواطن البسيط اليوم باختصار شديد، تفضل. المواطن اليوم في عدن وفي مختلف مدن الجنوب يريد خدمات، يريد أنه ما جاء في قرار نقل أو نقل صلاحيات الرئيس هادي إلى مجلس القيادة أن ينفذ على أرض الواقع. هذا المجلس جاء لمعالجة مشاكل المواطنين، المجلس له اليوم شهرين لم يعمل أي شيء. كل ما شاهدناه وكل ما شاهد المواطن هو قرارات في المجلس الرئاسي سواء كمدير مكتب أو رئيس قطاع الشباب، لكن الشباب على الواقع يعاني من البطالة، يعاني من الفقر، يعاني اليوم كثير من شباب عدن لا يجدون أعمال. ومجلس القيادة الرئاسي متواجد اليوم في عدن لم يقوم ولم يناقش حتى مسألة صرف المرتبات أو على الأقل يعني توفير أبسط الإمكانيات للمواطن، ومن خلال الإشراف على التجار الذين يرفضون إنزال سعر أو سعر بيع المواد الغذائية التي لا تزال على سعر الصرف، مع أنه البنك المركزي في عدن يبيع
الدولار للتجار أو للمستوردين بسعر 400 ريال، لكن على الصعيد المحلات التجارية هناك المواد الغذائية تباع بسعر الدولار نحو أو أكثر من 1000 ريال يمني، وهذه من الكوارث التي يعاني منها المواطن في عدن. نشكرك السيد صالح أبو عوذة لرئيس تحرير صحيفة اليوم الثامن، كنت معنا عبر الهاتف. أخبارنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. لجنة عسكرية من الأطراف اليمنية والتحالف تعقد أول اجتماعاتها برعاية أممية. صحيفة دولية ملاحقات في صنعاء لإجبار لاجئين أفارقة على التجنيد. أهلا بكم من جديد. كشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ عن عقد مكتبه أمس السبت الاجتماع الأول في العاصمة الأردنية عمان للجنة التنسيق العسكرية والمكونة من الأطراف اليمنية والتحالف العربي بموجب الهدنة. وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي دره مساء أمس السبت أن الاجتماع حضره ممثلون عسكريون عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي وقيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف العربي، وترأسه المستشار العسكري للمبعوث الأممي العميد أنتوني هايورد. وأوضح المبعوث الأممي أن النقاشات كانت بناءة، وقد ركزت على إنشاء آلية نشطة لتنسيق الحوار والتواصل أو التواصل المنتظمين بهدف معالجة خفض تصعيد الأحداث التي لها أثر على المدنيين والتي تهدد بعرقلة الهدنة عن مسارها. ونقل البيان عن العميد هايورد قوله: من المهم أن تتوفر المساحة الحيادية للأطراف ليتمكنوا من الحديث والتفاعل فيما بينهم بصراحة وصدق واحترام وحرية مع التركيز على الحلول. عادت الميليشيات الحوثية مجددا إلى شن حملات ملاحقة طالت خلال الأيام الماضية العشرات من اللاجئين الإثيوبيين في مناطق متفرقة من صنعاء الخاضعة للجماعة الحوثية الانقلابية، وفق ما تحدثت به مصادر يمنية وإثيوبية. وقالت صحيفة الشرق الأوسط التي أوردت الخبر أن تلك الممارسات تأتي بالتزامن مع صدور تحذيرات من مواصلة الانقلابيين الحوثيين تدعيم صفوفهم بمقاتلين أفارقة من خلال تجنيدهم تحت وسائل الضغط والترهيب، خصوصا أن بعد أن منيت تلك الميليشيات في حملات سابقة بفشل ذريع في تجنيد المزيد من المدنيين في ظل توالي الاتهامات للميليشيات بتكثيفها حملات المطاردة والاستدراج بحق من تبقى من اللاجئين. وقالت إذاعة مستقبل أوروميا الإثيوبية في بيان لها أن جماعة الحوثيين ما تزال تساوم اللاجئين المعتقلين في سجونها بدفع مبلغ 100,000 ريال يمني مقابل الإفراج عنهم أو نفيهم خارج مناطق سيطرتها، حيث تم اعتقال الأسبوع الماضي نحو 22 لاجئ إثيوبي في كل من ذمار وصنعاء. ونختم مشاهدينا هذه الحلقة وهذه الجولة بهذا الخبر والمتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، حيث قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الروبل الروسي أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى، منوها بأن ارتفاع أسعار النفط والانتقال إلى دفع ثمن الطاقة بعملة الروبل يسمحان لروسيا بكسب ثروة كبيرة. وأضاف ترامب في حديثه إلى تجمع حاشد لمؤيديه في ولاية وايومينغ أن الروبل في أعلى مستوياته على الإطلاق، لأن أسعار النفط الآن مرتفعة للغاية أعلى من أي وقت مضى. الخبر الذي نشره موقع الأمناء نت عن مصادر إعلامية دولية ذكر أن ترامب تحدث عن الوضع في أوكرانيا وقال: روسيا تجني ثروة من بيع النفط بالأسعار الحالية وهم لا يقبلون سوى الروبل الآن. ووصلت قيمة العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي دون مستوى 58 روبل لكل منهما، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2015. ومن الأخبار إلى رسومات الكاريكاتير. Thank you.
مشاهدينا ختام هذه الجولة الصحفية، ونشكركم على حسن المتابعة. فلسنا نحن من نقول، ولكن الصحافة تقول. إلى اللقاء.